بالحقيقة مستواي أعلى منكم بكتير، وأنا ما بساوي مشاكل مع ناس مستواهم أقل مني. قصدي إنه مطاوبتي الصبح هي نغمة، على قد ما إنه ملصقك مهم اعتبري ملغي. أنا الشخص المختارينه. تعرف شو؟ أنت بتشبه البالون، ولما هالبالون بيطير بيصير بيصدق حاله وبس ينفجر، وبعدين بيرجع هيك صغير كتير وبيرجع لحجمه. وليك أنا رح أغلبك وحياة عينك وبدون جهد. حلو، تحدي تاني. ماشي، أنت عزفي على أي آلة وأنا رح أعزف على يلي بدي إياه، وقتها منشوف مين بيفوز ومنشوف مين بده يطير. قليلي أنت أيمتى وين لأجي فورا ونتواجه. يا شباب وصبايا أكاديمية الفضاء أهلين. متأكد كلياتنا منحب المفاجآت، حتى أنا بحبها، لهيك حابب أقدم لكم أكبر مفاجأة منتظرة اليوم، المواجهة. خلونا نرحب بالعزيز على قلوبنا كلياتنا ناندينيي مورتي. تفضلي ناندينيي. أما منافسنا الثاني لليوم هو شاب اسمه كتير حلو وكتير عنده كاريزما، ماديام سينغانيا. يا شباب، منافسة كتير كبيرة اليوم، لأنه حتكون بدون هيئة لتحكم عليها. كلكن هون رح تكونوا الحكم، وكمان أنتو رح تقرروا مين رح يفوز ومين رح يخسر. برافو. خلونا نبلش. بالتوفيق ناندينيي. بالتوفيق يا مديان. سيدات أولاً، Bye.
إذا ضل هيك أداؤه أنا متأكدة رح يفوز. هاد مو بس بيغني مثل ماني، عنده موهبته. ما في يفوز. شباب، أنا بكل عمري ما شفت مباراة شرسة هيك، وكل يا عدم نعرف مين اللي راح يربح. نانديني مورتي. واو، برافو. بعرف إنك زعلتي نانديني، بس نحن عملنا هيك لنحطم غروره وتعامله السيء معنا. شو ما كان السبب يلي عملتوه غلط ما له صح. شو كانت الفايدة حتى من المواجهة؟ نحن غشينا وهالشي ما له صح بنوبيا يا شباب. طيب ماشي، نحن غشينا واللي عملوا آليا وموكتي كان غلط، بس نواياهم كانت صحيحة. نانديني لازم تفهمي هالشي. اسمعي نانديني، بلكي كان هذا الشاب، شو ما كان اسمه، شو كان صار لو هو فاز؟ شو؟ آليا لو هزمني ما كنت اتضايقت مثل هلأ. أنا حاسة حالي عن جد خسرانة آليا. هذا ماله عدل يلي صار، مو صح ابنه، وبعد هالفوز ما رح كون سعيدة أبدا. أوكي نانديني اسمعيني، هو نزع أوتار جيتار ماني بالأول، ونحن منعرف أنه ماني هو كل شي بالنسبة إليك، وكمان ماني هو كل الدنيا إلنا، لهيك اللي نحن عملنا كان صحيح تماما وتعلم الدرس، وأكيد مرة تانية ما عاد يزعجنا، لأنه كل شي مسموح بالحب والحرب. حرب. شرارة الحب، مو هيك يا شباب؟ تعرفوا شغلة؟ في اختلاف كبير بيني وبينكم، وخاصة بالمعايير الأساسية والقيم الأخلاقية، في اختلاف كتير. بالنسبة لإلي الموضوع لما بخص الموسيقى أنا ما بغش أبداً أبداً. عن جد زعلان عليكم كتير، لحتى تهزموني بدكن جهد كبير. اسمعني، شو ما كانت المشكلة هي بيني وبينك، إذا حابب إنه تخبر القصة للكل روح خبرهم، بس هلأ اتركنا بحالنا، مفهوم؟ عن جد؟ وليش لحتى أترككم؟ هلأ بلشت الحرب مو هيك؟ وأنا الشرير بهي الحرب. إذا ما كان في شرير بالحرب ما في شي رح يتغير، مو هيك يا حلوة؟ عفواً؟ ماشي استنى ماشي، أنا آسف كتير. رؤوا يا شباب رؤوا، بتعرفي لما الموضوع بيتعلق بالنقد أنا مو مثلكن، إنه شو ما صار منصير نبكي مثل الأولاد. هالشي صار وهداك الشي صار، بتعرفوا شو؟ اللعبة بلشت هلا. أنا ما بدي خليها مملة. الحقيقة يا شباب أنا كنت بدي أترك هالكلية وأمشي، بس
هاي انتو ناس كتير رائعين، عملتوا هالشي الممتع اللي حتى جيدي ما قدر يعمله. بتعرفوا للأمانة هو الشخص بعيد عن الموضة الغش، هذا الشي اللي بيهمني هلأ. بتعرفوا شو؟ الغشاشين ما حدا بيتوقع شو بيعملوا، خطيرين كمان. لهيك مادي لسه عندك وقت لا تتراجع. رح تلاقيني بوشك دائما. أنا مو حابة الابتسام اللي على وش عرشاد، هو ليش عم يضحك؟ لا تقلقي آليا، هلأ بعد إعلان يونيكا كلنا رح نعرف ليش عرشاد كان عم يضحك. وهلأ يا شباب، بدي ألفت انتباهكم أنه الفصل الثاني رح يبدأ عن قريب، والمستجدين رح ينضموا لإلنا الأسبوع الجاي، وبعد هيك الانتخابات رح تصير. لهيك صار فيكن تبدوا حملتكن، وتاريخ الانتخابات رح نخبركن عنه عن قريب. الاسم الأول لمنصب الرئيس هو نانديني مورتي. والاسم الثاني هارشاد ساكسينا. وعنا طبعاً ماديام سين غانيا كمرشح ثالث للرئاسة. وبهيك عدد المرشحين بيكون اكتمل على الآخر. قالوا كنا عم نفكر كتير. ايه عن جد كنا أغبياء لدرجة إنه فكرنا إنه هو حيرجع. بس مو مشكلة نانديني، هو بيحب التحديات ونحنا كمان، وأكيد ما رح يكون صعب علينا أنه نهزمه. روي، ماديام سانغانيا انتقل لعنا وأنا اطلعت على ملفه الشخصي. نحن عن جد متأمنين الخير بمشاركته بالانتخابات، بس إذا أي حدا منكم بيفكر أني منحازة لحدا فأكيد بيكون غلطان. هي بس مقدمة ترحيبية بطالب جديد متميز. بالتوفيق لكم شباب، بتمنى الفوز للأفضل. انتبه على حالك مشان ما توقع، عم تفهم؟ شكرا لك على اهتمامك، هذا لطف منك. معقول يرشحوا هارشاد؟ مرحبا جميعا، انا اسمي ماديام سينغانيا. انتو يمكن شفتوني من قبل، ليكو انا بوعدكن انه رح انقل اكاديميه الفضاء لمستوى جديد. انا رح ابدا حملتي باني اقول رح تلاقوني بكل خطوه بتخطوها. بعرف إنه ما رح تنافسوا بنزاهة، وما تتوقعوا هالشي مني كمان. أنا أجيت لهون بس لحتى أتمنى لكم الحظ. ليش بتعرفوا؟ لأنه رح تكونوا بحاجة كتير من الحظ لحتى تغلبوني. ديروا بالكن على حالكم. منشوف. هلأ المرشح الثاني نانديني مورتي. صباح الخير جميعاً،
حابة إني أسألكم سؤال واحد. كل يوم الصبح نحن ليش منترك مناطقنا الآمنة ومنجي على الكلية؟ ببساطة لأنه نحن منحب الموسيقى، وهالموسيقى شي كتير مهم لقلنا كلنا، جزء ما بيتجزأ من حياتنا. نحن بحاجة نركز أكتر لنعطي موسيقى أفضل، بحاجة لتدريب أكتر، شبكة النت وكل الشغلات التانية بتعمل تلهاية أكتر. بيروح نص يومنا تقريباً نحن منقضي حكي على التليفونات، لهيك نحن مالنا بحاجته. شو رأيكم يا شباب إنه نعمل موسيقى إلنا لحالنا؟ شو رأيكم؟ ماشي، لهيك أنا عندي فكرة. نحن طول الوقت بنسمع موسيقى، تعرفوا شو؟ رح يكون في معنا عالمين، عالم لونه أحمر وعالم لونه أبيض. العالم الأحمر للناس يلي بدهم يسترخوا، ما بدهم يعملوا أي شيء، الموضوع عادي ما في مشكلة. أما العالم الأبيض للناس يلي بدهم يكتشفوا عالم الموسيقى، وليلي بدهم يعملوا موسيقى مع بعض. لهيك يا شباب فينا نتساعد مع بعض، فينا نعمل موسيقى أكتر وسحر أكتر، منقدر نعمل العجائب. لهيك بتعرفوا شو؟ رح نطلع على المسرح كل أسبوع لنكون واثقين بحالنا أكتر، وبهالطريقة منقدر نكتشف حالنا أكتر من هيك. لهيك يا شباب خلونا نعمل هالشي. شكراً لكم جميعاً، شكراً. وهلأ أخيراً المرشح الثالث. يا شباب أنا جديد هون بهالكلية، هاد معناه أنه ما بعرفكن ولا بعرف الكلية. من الواضح أني ما بعرف متطلباتكن ولا بعرف حتى حاجتكن. أنا بحب رفقاتي اللطيفين، ما عندي خطط مشانكن، بس أنا بحب أترك بطاقتي مفتوحة. لأنه بطاقات مفتوحة؟ ما دام ما عندك خطط ليش عم تشارك؟ شباب 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 أنا ماني شاطر بالحكي، أنا بآمن بالأفعال، صوت أفعالي رح يكون أعلى من الكلمات. تأكدوا من هالشي. انت ما عندك كلمات تنحكى ولا شيء تقوله، لهيك انت ما بتستحق شيء. ماشي، حتى لما تصير تعرف بخصوص المدرسه ما رح تعمل شيء لانك فاشل. كل شيء بتعرف تعمله هو انك تلعب بالعاب الفيديو كل يوم هون وبرا، انا متاكد انه هو كتير شاطر فيها. بعد ما اجيت على هالكليه اكتشفت انه في عيوب كتيره. عن جد مشكورين المرشحين اللي طلعوا على المنصه قبلي، حكوا كتير خطط ليصلحوا العيوب ووعدوكم، بس حدا منهم سالكم شو بدكم؟ ما تقلقوا أنا موجود ورح أسألكم كمان. يا شباب ليش ما بتتابعوني على ماد هوس مادي وتخبروني كل التغييرات اللي بدكم إياها؟ كل شي بدكم إياه رح يتنفس. ما فيك تروح، وقتك ما خلص. معناها ترضيني، رح تلاقوني بكل خطوة بتعملوها.
وينه ماديام لهلا؟ كأنه طلاب لسه ما اجوا. سيدي كمل، خلص أنا رح ضل واقف هون، إذا قعدت رح كون شوي متسلط. صباح الخير جميعاً، تفضلوا اقعدوا. يا طلاب، أهلا وسهلا بأكاديميتنا. أنتوا أكيد عرفتوا بالحملة الموجودة بالمدرسة، فخلوني أولاً أعرفكم على المرشحين. مرشحتنا الأولى ناندني مورتي. وهلأ مع مرشحنا الثاني هارشاد ساكسينا. وهلأ مرشحنا الثالث والأخير السيد ماديام سنغانيا. هادي اللي كنت خايفة منه، ما كان لازم نقلل منه لهالدرجة. كل الطلاب جداد معه. بالمناسبة في معك حدا ليوصلك على بيتك؟ الأخبار اللي بدي قلك إياها إنه ما بظن رح فيكي تروحي لحالك على بيتك. كنت عم أفتل كل المدرسة، واحذري شو؟ عرفت أخبار كتير حلوة عنك أنت. بعدين لفهمت ليش هالانتخابات كتير هاممتك. وأنت شو قصدك؟ رح قلك رؤي على رزقك. صبري يا مغنيتنا العظيمة، من 3 شهور صار انفجار كبير للسيارة، وكان في 2 جوا هديك السيارة. الأول اسمه كابير، بالنسبة للتاني ما عرفت، بس عرفت إنه بدك تفوزي بالانتخابات مشانه. شو اسمه؟ ماني. تعرفي الجزء اللي بيضحك؟ إنك عن جد مفكرة إذا فزتي بالانتخابات هو رح يرجع. زعلتيني كتير، خليني أقول لك شغلة، مستحيل يرجع. هذا الشيء بيرجع لي أنا، رح فوز بالانتخابات من موقعي المستقبلي لرئاسة الكلية، ومن مسؤوليتي إني أسألك إذا لازمك توصيلي على بيتك. بظن إنك مانك مهتمة، لهيك روحي وصوتي لمادي، أوكي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.